أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مباراة وحدات وفيصلي لها نكهة غير يعني إحنا كلاعبين نستمتع كل ما يعني قربت مباراة وحدات، يعني تعرف أنت ديربي هاي، وإحنا كلاعبين ننتظرها يعني على حد من الجمر. يعني إحنا استعداداتنا كويسة الحمد لله، تمارين معنويات عالية، لعبنا مباريات ودية كانت ممتازة، أخذ منها الكابتن الشغلات الإيجابية وبدنا نعالج الشغلات السلبية. إن شاء الله متفائلين إحنا كمباراة وحدات وفيصلي إنه نقدم أفضل ما عندنا ونحرز الثلاث نقاط إن شاء الله. والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الأجواء كثير كويسة والتفاؤل سود التمارين وروح العالية تمتع فيها اللاعبين إن شاء الله. بناء على مرحلة الإياب راح يظهر الفريق بشكل ثاني إن شاء الله، وفترة الإعداد هاي كانت معنا فترة كافية إنه الفريق يرجع لمستوى الطبيعي، وإن شاء الله يعني مباراة الوحدات هي مباراة هامة، وإحنا يعني كلاعبين تحت ضغوطات كبيرة، وإن شاء الله يعني بنوعد الجمهور إنه نحقق ثلاث نقاط، لأنه مباراة الوحدات بتهمنا كثير، بتعطينا دافع معنوي إنه نقدم مباراة القادمة أفضل المستويات.